السلام عليكم متتبعينا مرة أخرى، فيديو جديد لكن نتمنى يلقاكم إن شاء الله في أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم كيف كتلاحظوا عبارة عن اون تارت بلي فروي اللي كتجي لذيذة ورائعة وغادي تعجبكم وتعجب حتى وليداتكم. فإذا بغيتوا تعرفوا الطريقة والمقادير ما عليكم إلا تابعوا معنا الفيديو إلى الآخر. فبالنسبة للباط بريزي أو العجين المكسر غادي نحتاجو 4 ديال الدقيق الأبيض أو الفورس، 125 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، 75 مليلتر ديال الماء، و 2 معالق حتى 3 ديال السكر كلاصي على حسب الذوق. فبالنسبة لهاد المقادير غادي ديرنا اون طارت صغيرة. بغيتو تضاعفوا المقادير فما عليكم الا دائما مقادير المقدار ديال الدقيق النصف ديالو ديال الزبده والنصف المقدار ديال الزبده هو اللي غادي نديروه ماء وتنجمعوا العجينه ديالنا. بسم الله على بركة الله غادي نبداو. عندنا هنا الدقيق غادي نضيفو ليه النشا والزبدة ديالنا اللي هي بحرارة المطبخ، وغادي نبداو نخلطوها برؤوس الأصابع، يعني ماشي نعجنوها غير نحاولو نخلطو ندخلو ديك الزبدة في داك الدقيق حتى كتولي مرملة ونتابعو من بعد. فكيف كتلاحظوا الخليط ديالنا هو ولا مرمل. هنا غادي نضيفوا الماء ديالنا، الكميه ديال الماء اللي خاصه، يعني على حساب الدقيق اللي كان كيشرب او اللي يقدر يحتاج هاد الكميه، يقدر يحتاج قل ويقدر يحتاج اكثر، يعني على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي عندنا. كنحاولوا غير نجمعوها ما ندلكوها ما والو، غير تجمع لينا صافي. كيف كتلاحظوا هالعجينه ديالنا من بعد ما جمعناها غادي نديروها في البلاستيك الغذائي وغادي نوضعوها في الثلاجه لمده ساعه او ساعه ونصف ونعاودو نتلاقاو. بعد مرور ساعه ديال الوقت في الثلاجه كناخذوا العجين ديالنا اللي كنحاولوا نسرحوه بالمدلك بين 2 بلاستيكات او البلاستيك الغذائي، كنحاولوا نسرحوها يعني تتولي رقيقه كيف غادي تشاهدوا معنا، وكنوضعوها على حساب العبار ديال المول اللي عندنا. بعد ما طلقنا العجينه ديالنا كنحاولوا نلبسوها للمول ديالنا بحال بهذه الطريقه، يعني كنحاولوا نلصقوها مع المول
ومن بعد ما كتاخد المكان ديالها كنحاولوا نتقبوها بواحد لا فورشيت باش العجين ديالنا ما يتنفس ما يبقاش يطرطق لينا. من بعد هاد العملية كندخلوها الفرن، من بعد ما كتخرج من الفرن غادي نتلاقاو ان شاء الله. ها البات بريزي ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن غادي نحاولو نعمروها بلا كريم باتيسير اللي غادي نحط لكم في فيديو اخر ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديالو، وغادي نزوقوها بالفواكه اللي موجوده عندنا في الدار، يعني اي نوع من الفاكهه نقدروا نستعملوه. هنا كيف كتلاحظوا معايا بعد ما عملنا لا كريم باتيسير او كريمه الحلواني كنحاولوا نستفو الفواكه اللي عندنا، يعني ماشي بالضروره نمشي نتقدا يعني فواكه من على برا، يعني الفواكه اللي موجوده نقدروا نعملوا تفاح بنان يعني البعويد يعني اي نوع موجود في الدار نقدروا نزوقوا به لاطاس ديالنا اللي كتجي بطبيعه الحال لذيذه وصحيه. فكيف كتلاحظوا لاطارت ديالتنا ها هي موجوده، يعني ما كتاخدش لينا شي وقت اللي هو كبير، وكنحضروها بمقادير اللي هي بسيطه وسهله ومتوفره في كل بيت. بالنسبه للفواكه كيف قلت لكم اننا يعني نقدروا نستعملوا اي نوع ديال الفاكهه اللي عندنا في الدار. كنتمنى الفيديو يكون يعجبكم وتجربوه وتفرحوا به وليداتكم، وما تنساوش تابوناو ولايك وتفعيل الجرس بس توصلوا دائما بالجديد ديال قناتنا. نتمنى نتلقى بكم بخير ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.